المغاربة كتسمعوني مزيان كتسمعوني ايه درنا ايفرزان جينا حنا هاد شي هاد المرض اللي جينا من الصين مثلا الصين سي اكزومبل سي با الصين تقدر يجينا من كندا يجينا من دولة أخرى سادير سويسرا مع سون لوروب حنا المغرب جينا هاد الوباء خوتي المغاربة غنسولكم واحد السؤال اللي غنسولكم اللي نتوما المغاربة واش عارفين هاد الفيروس شنو هو خويا سولتيني انت هاد الفيروس سنابورت اونديكي هاد العلماء ديال العالم معرفوش علاش معرفوش باسكو خويا كنهضر معاك في اللوجيك حيت حنا لا مع المغاربة وما خوتي فيروس شي حاجة مجهولة جينا حنا سمع خوتي حنا غا سمعنا ما شفناش جيب لي شي مغربي دابا يقول لي هاد الفيروس خويا مرض بيه ولا اختي مرضاش بيه لا هو نهضرو الله لوجيك بغيت دوزني مبغيتيش مرحبا واش كاين شي مغربي مرض بهاد الفيروس لا ما كاينش لا وهضر معايا في المنطق ما كاينش يعني استاذ شنو غتقول لي الاعلام نهضر مع يون سبيك انجلش نو ما علينا بالعربية خويا هاد الفيروس مغاربة راه غاسمعو بيه ودابا هما كيتهيأ لهم ان كاين شي مرض بغا يدخل لهم واحد الفيروس تاني ديال السياسة بغا هما البلاد زعما هما مريقلين علينا